دابا انا بديت في الخياطه ديالي. اول حاجه غادي نخيط هي هاد غطاء ديال الراس او الشال ديالنا اللي غيجي على الراس ديالنا. وكان عندي واحد الطرف ديال الثوب زايد، ها هو كانت فيه واحد جوج طريفات، واحد فيه 45 واحد 45، ولقيتهم هنايا بالسرجي باش يولي عندي واحد 90 سنتيم ديال الطول ديالو، وفي العرض ديالو فيه 25 سنتيم. بغيت ندير به هذيك الكشكاشه او لا هذيك تزيين للشال ديالي على هذا الشكل هذا، باش يجي الشال كبير شويه يجي طويل. واخا فيه متر ونص زدت فيه هذيك 25 سنتيم باش يجي شويه طويل، تيجي انيق وزوين. ومن بعد من غادي نخيط، غادي درت لي هاد الخيط هذا غير بالماكينه البنات، خيطته على خمسة، ريقلت الماكينه على خمسة وخيطته وجريت الخيط باش يولي عندي هاد الكشكاشه هادي. اولا تقدروا ديروا لي بلي، الا بغيتوا ديروا لي بلي راه ممكن ديروا لي بلي. صافي غادي ندير الوجه على الوجه بحال هكا، وغادي نمشي للماكينه وغنخيط على سنتيم بحال هكذايا. ومن بعد ما نخيطها غادي ندورها كامله بحال هكذا، غادي نبلي ندير واحد البلي ديال نص سنتيم في نص سنتيم باش يجينا هاد البليات هادو هاد العطيفات هادو رقيقين بحال هكا على هاد الشكل هذا. نتمنى يكونوا واضحين لكم. صافي ندورها كامله بالخياطه، ومن بعد غادي نصايب. من بعد من غادي نقادو البنات الشال، قبل ما ننسى من غنخيطوه غيجي على هاد الشكل هذا، غنزينوه بالدونتيل. هذه مساله اللي بغى يديرها يديرها، مبغاش بلاش، غيجي الدونتيل ديالنا على هاد الشكل هذا هنا في هاد البلاصه هذه. ومن بعد نديرو ديك الدوره ديال الخياطه ديالنا العاديه للشال او لا لهاد الغطاء ديال الراس. بالنسبه للغطاء ديال الراس غيجي بحال هكذاك. بالنسبه لهاد الكسوه ديالنا راه ساهله البنات كالعاده، غادي نحطو الكتف على الكتف. انا كنوريكم المراحل باش نمشي للماكينه نخيطهم ونرجع وتشوفوا كما شفتوا في اول فيديو الشكل النهائي ديالها. انا وريتكم المراحل ديال الخياطه ديالها، ها انتما غنحطو الكتف على الكتف وهنا كذلك الكتف على الكتف. ولكن قبل البنات بالنسبه لهاد القدام ديال الامام ديال هاد الكسوه هادي، بغيت ندير لي واحد الطونطيل هنايا في واحد 30 سنتيم. هذا بالنسبه اختياري، اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغاش بلاش. كنعلمو الوسط ديالنا على هاد الشكل هذا، كنجيبو الطونطيل ديالنا كنحطوه بحال هكذا، نحطوه بحال هكا في الوسط. يعني هاد الخط هذا خاصو يجينا هكا في الوسط، ومن نوصلوا لهاد 30 سنتيم هنايا فين علمنا 30 سنتيم غنديروا هذيك التنيه على هاد الشكل هذا بحال هكذا، نتنيو لتحت ونعاودوا نتنيو هكا باش تجينا هذيك المثلث على هاد الشكل، ويجيو بجوجهم في الوسط ديال هاد الخدمه ديالنا. كيجي هاد المثلث هذا في الوسط على هاد الشكل هذا، نشدوه بالفنيتات بحال هكا وغنخيطوه من هنايا وغنعاودو نخيطوه من هنايا باش يتشد لينا مزيان. ومن بعد ملي غنكملو هاد المرحله هادي غادي نديرو من نخيطو حتى نخيطو هاد القدام ديال سميتو، عاد نديرو الكتف على الكتف صافي، ونخيطو الكتاف من هنايا على هاد الشكل، نخيطو الكتاف ديالنا هكذا. ومنين تخيطو لنا الكتاف ديالنا غادي نخيطو الكميمات ديالنا اللي حنا ديجا مفصلينهم، ها هما كنعلمو الوسط ديال الكتف ها هو، وكنحطوه على الكتف اللي حنا خيطنا
وكنخيطو. هنا البنات رجينا باش نصيبو داك الشاط ديالنا اولا داك قطاع الراس، وكما كتلاحظوا حطينا الوجه على الوجه، كنقادو في ديك الكشكاشه اللي حنا دايرين باش تجينا على القطعه كامله مقاده مصايبه. شتا فنيتات كما كتلاحظوا، غادي نخيط هذيك القطعه كامله باش تشد لينا داك القطعه الاولى مع الثانيه. كما كتشوفوا انا غادي نخيطها، ومن بعد غادي ندير ليها الطونطيل، غادي نزينها بداك الطونطيل اللي وريتكم في الاول. هذا بالنسبه للشال يجي على هذا الشكل هذا، وضروري كما كنقول لكم دائما ديروا لافيت الخياطه الخياطه الخياطه. هانتوما من بعد ما خيطنا هاد القدام ديالها كيجي على هاد الشيء على هاد الشكل هذا بحال هكذا، مازال غادي نصلحوها كما كتشوفوا. وجيت هنايا كنصايب لاستيك، انا غادي نوريكم كيفاش درت لهاد لاستيك هذا بحال هكذا. بعد ما كنديروا لاستيك راه كنديروا هذاك الطونطيل من الفوق، ولكن بلاتي نوريكم كيفاش درت ليه. كنشدو الكم ديالنا، ها هو احنا لقينا الكتاف، دابا الكم ديالنا غنشدوه من الجهه الدخلانيه. بعدا كيفاش كنعبروا لاستيك، كناخذوا العبار ديال هاد البلاصه هادي، كناخذوا النص ديالها، يعني ماشي كناخذوا المسافه كامله، ولكن كناخذوا النص ديال العبار ديال هاد الجهه هادي. صافي، هذا هو العبار ديال لاستيك، ناخذوا العبر من هنا نطوي على جوج، لكم نطوي على جوج، وكناخذوا العبر ديال هكا، ما كناخذوش المسافه كامله باش تجينا داك التكريش. اول حاجه كنعبر 7 سنتيم باش يبقى لي ديك المسافه، باش عاد نطوي واحد نص سنتيم في نص سنتيم. كنعبر 7 سنتيم ديال علامه، 7 سنتيم ديال علامه، وكنلاقي هاد الخطوط هذه او هاد النقاط هذه مسطره باش تجينا المسافه مقاده. اسمحوا لي على الصداع، 7 سنتيم وصافي. كنسطرو على هاد السطيره هذه، كندوزو لاستيك ديالنا، كنشدو لاستيك ديالنا من هنا، وكنديرو لاغيطمو هنايا فهاد البلاصة هادي في اللول، وكنجبدوه حتى للمسافة الأخرى باش كيجينا هاد التكريش هكا بحال هكا. مهمين كنخيطو هاد الكميم ديالنا بلاستيك، كنجيبو الدونتيل وكنحطوه في الأول
بحال هكذا، كنحطو هنا وكنديرو لاغيتمو هاد البلاصه، وكنبقاو غاديين حنا كنجبدو وحنا كنخيطو هاد الطونطيل ديالنا باش يجينا حتى هو مكرش بحال هكا اولا فيه هاد التكماش هذا على هاد الشكل. ومن بعد راه حنا غادي نخيطو من نساليو، راه غنخيطو الخدمه ديالنا بحال هكذا صافي. كنجمعوها، خاصنا نجيبو هاد لاستيك على لاستيك باش ما يجيناش مديكالي بحال هكذايا، وكنخيطو هاد المسافه كامله حتى لتحت. كذلك هنا خاصنا نجيبو هاد البلاصه مع هاد البلاصه، نحلو الخياطه ديالنا بحال هكذا، نحلو هاد الشيء هادي حتى هي كذلك، نحطوها مع بعضياتها بحال هكذا، نحطوها مع بعضياتها صافي. وكنسدو هاد الخياطه ديالنا كامله حتى لتحت، ومن بعد من كنساليو عاد كنديرو ديك العطيفه ديال نص سنتيم في نص سنتيم هنايا دايره عليكم كامل، وكتكون واجده البياسه ديالنا. نتمنى انها تنال اعجابكم، وما تنساوش انكم تشجعوني، انا غادي نوريكم البياسه في اخر الفيديو، ما تنساوش انكم تشجعوني. هانتوما البنات، من بعد ما جمعنا البياسه ديالنا كامله اولا هاد الحجاب ديالنا كامل على هاد الشكل هذا، دابا كما قلت لكم ما بقى لنا غير ندوزو ديك نص سنتيم في نص سنتيم، اولا بغيتو تخليو السرجي باين غدوزو هكا سنتيم وتخيطو بحال هكذايا، ودورو على الكم ديالكم كامل من هنا ومن هنا، وكذلك حتى من التحت من الجهه تحت الثانيه، يا اما كتخليوه السرجي بحال هكا ودوزو عليه الخياطه دايره كامله، يا اما كديرو سنتيم في سنتيم اولا نص سنتيم نص سنتيم وتتخيطوها على هذا الشكل هذا كما بغيتو. بالنسبه للعنق ديالنا انا بغيت نفينيه بالبي، لكم الاختيار، يا اما كتفينيه بحال هكذا تخيطوه لداخل داير كامل، يا اما كتفينيه بالبي كيجي مفيني مزيان من الداخل ومن برا على هذا الشكل هذا، كيدور كامل بالبي. من بعد من غندورو بالبي كامل ونفينيه غنجيب الشال ديالي وغنخيطو، هذا حتى هو لكم الاختيار، يا اما تبغيو تخيطوه راه غتخيطوه معاه لاصق هنايا يعني من جهه الكتف، ها هي الكتف ديالنا حتى الكتف غادي نخيطو، لان كيكون فيني بالبي غادي نخيطوه غير من هنا لهنا ونخليوه طايح على الظهر ديالنا، وقت ما بغينا نلبسو العبايه ديالنا راه كنلبسوها وكنديرو الشال فوق راسنا باش نصليو. ونتمنى ان هاد الفكره تعجبكم، ومازال غندير معكم عبايات اخرين بطرق اخرى، هذه بالنسبه لهذه راه كتجي ستوندار يعني تجي. بالنسبه للتركيب ديال الشال على العبايه ديالنا اولا على هاد الكسوه ديالنا ديال الصلاه، كنجيبو هاد الدوره ديال العنق الخلفيه كنعلمو الوسط ديالها على هاد الشكل هذا، ها هو كنعلمو الوسط يعني كنديرو الكتف مع الكتف، وكنعلمو الوسط ديال هاد العنق ديالنا على هاد الشكل هذا، وكنجيبو هاد الشال ديالنا على هاد الشكل يعني هاد الظهر الوجه ها هو لتحت، ها هو الظهر كنجيبو كنعبرو 55 سنتيم، وكنديرو علامة على هاد الشكل هذا، كنجيبوها كنحطوها هاد العلامة فوق هاد العلامة بحال هكدا، ونشدوها بفنيتات كيكونو مخيطين، كنشدوها بفنيتات حتى لجهة الكتف، نكتف من هنايا ونكتف لاخر، نبداو الخياطة من هنا وغنساليوها هنايا في هاد الكتف الآخر بحال هكدا، على هاد الشكل كيجينا الشال ديالنا هكدا، ومخيط مع مفيني مع الجهة ديال الظهر ديالنا بحال هكدا. هذا بالنسبة لبغيتو تلصقوه معاه، ما بغيتوش راه كتخليوه محلول.
نسيت، انا بغيت نقول لكم واحد الحاجه. هاد البلاصه هذه اللي فيها هاد لي ديتاي هذه، الا بغيتو تخليوها هكذا على هاد الجهه هذه، راه كتحطوا الشال ديالكم كما غنحطو انا، يعني هاد 55 سنتيم اللي عبرنا كنحطوها من هاد الجهه هذه، وكنحطوها على ديك النقطه اللي حنا درنا في الوسط، على حسب الشال فين كدوروه على الراس ديالكم، وكتدوروه على اليسار اولا كدوروه على اليمين، على حسب شنو اللي نتوما الشال ديالكم كيفاش كدوروه. اللي كيتحط على الشال هو بهذه الطريقه هذه اللي درت، يعني زعما اللي متداول واللي كاين هو هاد الشال ديالنا كنحطوه بهذه الطريقه اللي درت. نوريكم هنا من حطينا الوسط مع الوسط، خلينا الشال ديالنا غندور لكم البياسه باش تفهموني شنو كاين. هانتوما الشال ديالنا عندنا ها اليسار فيه الجهه القصيره، يعني هاد الجهه اللي حسبنا فيها 55 سنتيم، والجهه ديال اليمين هي اللي فيها هادوك لي ديتاي اللي فيها هاد العتب هذا اللي عندنا، اولا الجهه الطويله الا ما كنتوش دايرين هاد الشيء هذا، الجهه الطويله كتبقى على اليمين والجهه القصيره هي اللي كتبقى على اليسار. بغيتو ديروها بالعكس غديروا الجهه القصيره من جهه اليمين والجهه الطويله من جهه اليسار، المهم نتوما على حسب الدوره ديال الشال ديالكم فين كدوروها. بالنسبه ليا انا هكا كلشي كيدورها على هاد الجهه تقريبا، الناس اللي كنعرف راه كيدوروا على الجهه اليمينيه، يعني من اليسار لليمين، هادشي اللي كاين. نمشي للماكينه دابا وغادي نخيط هاد البلاصه هادي من هنا لهنا ونرجع نوريكم الشكل النهائي.